فيديو جديد وفيديو مميز، اتمنى تكونوا بألف خير. هنشوف مع بعض من خلال فيديو النهاردة مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأفكار والحيل والمنظمات والأجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة أو المطبخ أو في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقول لكم وأعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة، بشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا المنشر المتحرك، تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او على الشباك من خلال المكبس ده وتحركيه بكل سهولة عندك. واهم حاجة في المنشر ده انه بيشيل معاك الاوزان التقيلة، يعني تقدر ان انت تنشري عليه البطاطين الكبيرة، وتقدري طبعا تنشري عليه الهدوم او اي حاجة تانية انت عاوزاها، وتقدري طبعا ان انت تخرجيه برا الشباك كده اكنك نشرة من برا البلكونة. وبعد كده معانا الممسحة الجميلة دي، طبعا بيجي معاها الجردل بتاعها، وده بيساعدك ان انت تعصريها من كل المية واي مواد تنظيف بتكون عليها، وبعد كده تقدري تستخدميها في تنظيف مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت. وبعد كده بقى عندنا الاداة المثبتة دي، تقدري ان انت تثبتيها عندك على الجدار وتنظمي عليها المشابك والشماعات بتاعتك. بعد كده معانا ممسحة التنظيف المرنة جدا في الاستخدام، تقدري ان انت تستخدميها في تنظيف الحوائط او الدواليب او الارضيات ومختلف الاسطح اللي عندك في البيت، وكمان تقدري تعصري منها المية بكل سهولة. بعد كده تعالي شوفي معايا كفر المروحة ده، بيساعدك جدا على حفظ المروحة من الأتربة خصوصا في فصل الشتاء. وبعد كده معانا فرشة تنظيف كرسي الحمام، وهي عبارة عن سيليكون ومرنة جدا، بتوصل للأماكن الضيقة وبتساعدك على تنظيف كرسي الحمام بسهولة جدا، وكمان بيجي معاها حامل للفرشة تقدري تثبتيه على الجدار. وهنا بقى عندنا الكباسة اللي تقدري من خلالها تتخلصي من كل مشاكل الهدوم والأحذية، بيبقى ليها كذا طريقة في الاستخدام هتشوفيها من خلال الفيديو. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الممسحة المرنة جدا دي، وهي عبارة عن اسفنج تقدري ان انت تعصري منها المية او اي سائل تنظيف بكل سهولة، وطبعا تقدري ان انت تنظفي بيها مختلف الاسطح اللي عندك زي الرخام او المرايات او البوتاجاز او العربيات، تقدري طبعا ان انت تنظفي بيها اي سطح عندك. وبعد كده عندنا المنظم ده، وهو عبارة عن 3 أرفف تقدري ان انت تثبتيه عندك على جدار الحمام وتنظمي عليه الشامبوهات والكريمات والبرفن والادوات بتاعتك، وكمان تقدري تستخدميه في المطبخ وتنظمي عليه ادوات ولوازم المطبخ زي الزيوت والصوصات. وبعد كده هنشوف مع بعض عندنا اطباق من التقديم، بتبقى عبارة عن منظم تقدري ان انت تنظمي فيه او تقدمي بيها الفاكهة او الشوكولاتة او الحلويات او المكسرات. بعد كده عندنا منظم التوابل ده، اللي تقدري تنظمي بيه مختلف التوابل اللي بتبقى موجودة عندك، وبيجي كمان معاه معلقة تقدري ان انت تاخدي منها الكمية اللي انت محتاجاها. هنا بقى معانا سدادة الباب، بتكون بسيطة جدا في الاستخدام، وطبعا تقدري ان انت تستخدميها على جميع اشكال الابواب المختلفة، وطريقة تثبيتها سهلة جدا.
بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا منظم الأحذية ده طبعا شكله جميل جدا، وغير كده بيساعدك على تنظيم وترتيب الأحذية المختلفة اللي بتكون عندك، بحيث ان هي ما تفضلش مرمية عندك على الأرض. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الأداة اللي بتساعدنا نستخدم بواقي الصابون او الصابون السليم، وتقدري تستخدميها في تنظيف الهدوم او الأحذية او السجاد، يعني هي بيكون ليها كذا استخدام. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. معانا القطعة دي، القطعة دي تقدري تشيلي بيها البذور من الفواكه كده بكل سهولة، وتقدري طبعا تنضفي بيها الخضار والفاكهة. بعد كده معانا المنخل الجديد ده، وطريقة استخدامه بتكون سهلة وسريعة جدا، بتوفر عليك الوقت والجهد. وبعد كده على طول تعالي نشوف مع بعض. عندنا كاسرولة للزيت، وهي بتشيل كمية كبيرة من الزيت، وبيجي معاها مصفى بتساعدك على ازالة الشوائب او اي حاجة من الزيت. بعد كده عندنا المغرفة الكبيرة دي، او تقدري تعتبريها مصفى، وهي بتبقى ستانلس تقدري تصفي بيها الاكل المسلوق او المقلي. وبعد كده معانا الطبق المقسم على 6 اطباق بمصفى، تقدري ان انتي تستخدميه مثلا في الوقت اللي بتعملي فيه الاكل وتجهزي فيه كل الخضار اللي هتحتاجيه وانتي بتعملي اكلك، او ممكن تستخدميه كطبق تقديم للفاكهة او الخضار زي الجرجير والخس والبصل. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا المنظم اللي بيجي عبارة عن 3 ارفف، تقدري ان انتي تستخدميه في المطبخ وتنظمي عليه مختلف ادوات ولوازم المطبخ زي الصوصات والتوابل والزيوت، وكمان تقدري ان انتي تثبتيه عندك في الحمام وتنظمي عليه لوازم وادوات الحمام. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا اداة التثبيت اللي تقدري تثبتيه عندك في الحمام، وتقدري تنظمي عليها الشباشب، او تقدري تستخدميها في تنظيم الفوط اللي عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا القطعة دي، والقطعة دي تقدري ان انتي تستخدميها في تنظيف الفواكه اللي بتبقى موجودة عندك، وكمان تقدري ان انتي تستخدميها في تقشير الثوم وتنظيف الخضار، يعني هي بيكون ليها كذا استخدام. بعد كده عندنا عصارة البرتقان اليدوية اللي تقدري من خلالها تعملي عصير البرتقان الفريش. بعد كده عندنا مصفى لحوض المطبخ، وهي مصنوعة من السيليكون وقابلة للسحب عشان تتناسب مع الفتحة الخاصة بتاعت حوض مطبخك. ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الذكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد، وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي، وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة. كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعرض في الفيديو ده، وتقدري ان انتي تعرفي ايه هي الحاجة اللي انتي محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا في الفيديو ده بكل سهولة، بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك، اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده، تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن. ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك، اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده، تقدري ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير، ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله. ودلوقتي بقى بعد ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده، هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك،
وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انتي من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة. تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق، وطبعا تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق AliExpress او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. بالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انتي عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انتي بتكوني موجودة فيه. يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية، اما مصاريف الشحن لفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية، وبيكون في دول الشحن فيها مجاني. فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه. بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن، وهي بتكون الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات. وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا، مش زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها. وعاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر ان هو يوصلها بكل سهولة. وبس كده ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدري ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في اقرب وقت. اسيبكم في رعاية الله.